ثانيا كبيرة خارج التفاعل عند التوازن. خارج التفاعل عند التوازن. أولا تعريف، في نظركم شنو غيكون التعريف ديالو؟ يعني هو القيمة ديال كيو آ خارج التوازن عند حالة التوازن. يلا ولدي، نسمي خارج التفاعل عند التوازن، نسمي خارج التفاعل عند التوازن، نسمي خارج التفاعل عند التوازن، كنرمزو له هنا كيو آغ أليكيليبغ، صافي؟ إكيليبغ، كيو آغ أليكيليبغ اللي هو عند التوازن، القيمة التي يأخذها، القيمة التي يأخذها خارج التفاعل، خارج التفاعل عندما تكون المجموعة المدروسة، عندما تكون المجموعة المدروسة في حالة توازن، في حالة توازن. ألوغ بالنسبة مثلا، بالنسبة للمعادلة كما كتبنا قبيلة، المعادلة اللي هي أ أ أ كو بلس ب ب أ كو، عندنا بتي سي غران سي أ كو بلس بتي دي غران دي أ كو. كو أغ أليكيليبر شنو غيكون يا ولدي هنا؟ التركيز قلنا ديال سي، مي أليكيليبر أ لا بيسونس سي، في التركيز ديال دي أليكيليبر على تركيز A à la puissance D, A à l'équilibre à la puissance A, في تركيز ديال B à l'équilibre à la puissance B. المهم هنا كنهتمو بالحالة ديال التوازن ولدي، كنهتمو بالحالة التوازن. وحنا قلنا على أن في التوازن، قلنا التوازن هو واحد الحالة حيث كمية مادة المتفاعلة والنواتج تبقى ثابتة، ياك؟ معنى هذا أنه لما كتوصل للتوازن التراكيز تاهما غيبقاو ثابتين، وغادي يعطينا واحد القيمة اللي هي القيمة ديالنا عند التوازن. حنا كيمكننا نحسبوها كما مثلا بالاعتماد جدول وصفي، ونحسبوا مثلا تقدم إكس وغادي نوصلوه هنا في السطر الذي يمكن تحديد تراكيز الأنواع الكيميائية، يمكن تحديد تراكيز الأنواع الكيميائية بواسطة تقنيات مختلفة، بواسطة تقنيات مختلفة. نقطتان، كيمكننا غادي بالقياس ديال البي اش، عرضة أولى قياس البي اش، قياس البي اش، عرضة ثانية قياس المواصلة أو الموصلية، نعم، وعرضة ثالثة كيمكننا نعتمدو حتى المعايرة. ثانيا صغيرة، حنا دابا اللي غيهمنا وهو نحدو القيمة ديال كيو آغ عند التوازن بإحدى هاد التقنيات. غنبداو سيدي حنا تحديد كيو آغ، تحديد كيو آغ بواسطة بقياس المواصلة أو الموصلية. ثانيا، ثانيا تحديد كيو آغ، تحديد كيو آغ، تحديد كيو آغ بقياس المواصلة أو الموصلية. محلول مائي لحمض الإيثانويك تركيزه سي، تركيزه سي
لحمض الإيثانوي تركيزه السي بين قوسين سي يساوي 5 × 10 أس ناقص 3 مول باغ ليتر. سي تساوي 5 × 10 أس ناقص 3 مول باغ ليتر. هي سيجما تساوي 343 ميكرو سيمنز. 343 ميكرو سيمنز بار سنتيمتر. ميكرو سيمنز بار سنتيمتر. السؤال الأول، اكتب معادلة ذوبان، اكتب معادلة ذوبان حمض الإيثانوي في الماء. نعم ولدي دائما. جوش، حدد في حالة توازن، حدد في حالة التوازن تراكيز أو التراكيز الفعلية، التراكيز الفعلية للأنواع الكيميائية المذابة. سؤال ثلاثة ولدي، احسب قيمة خارج التفاعل، احسب قيمة خارج التفاعل عند التوازن. نعطي لندا اشتر و او بلس، سموها لندا واحد باش ما تقولش هذه 35 ميلي سيمنز متر كاري باغ مول. لندا سي اش 3 سي او او موان، اللي هي سيدي نسميوها لندا جوج، 4.09 ميلي سيمنز متر كاري باغ مول. داكوغ، يلا ولدي نحسبوا. يلا ولدي نتبعوا شوية. معادلة ذوبان حمض الإيثانويك في الماء، بالنسبة لك هنا قشعير كيتكلموا لنا على التوازن بعدا، يعني بعدا داير جوج الأسهم، غير تصيب التمرين يذكر لك توازن جوج الأسهم باش بعدا ما تصحيش المعادلة ديالك في التالي. غلط في الوحدات يا اخا. وي ولادي هذيك راه بالميكرو سيمنز باغ سنتيمتر، باغ سنتيمتر. عطينا العلاقة سيجما، هي سيجما ديال لندا اي ديال اكس اي، بطبيعة الحال سيجما غتكون لندا اش 3 بلس. بنتي بنتي قجعي قجعي، قبل ما تكتبي هذيك ديري لي الجدول الوصفي، نرد عليك. ديري بنتي الجدول الوصفي، لا قبل 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 هذه، قبل هذه بنتي. ماذا بنا هنا ياك؟ التراكيز الفعلية للأنواع المذابة عند التوازن، ياك يا بنتي عند التوازن. ديري لي بعدا الجدول الوصفي عاد اجي، حيت غادي تقولي لي هذه كتساوي هذه والاخرى غتبانها في الجدول الوصفي بنتي، غير بلاتي عليك وكتبي لي الجدول الوصفي غتبانا. باش حولتهم النتيجة هي هذه بنتي، 0.88 مول بار متر مكعب، اللي 0.88 10 3 مول بار ليتر. يلا شنو باقي لنا؟
بقينا التركيز ديال لا باقي التركيز ديال الاخر ديال سي اش 3 سي او اش اليكيليبر التركيز ديال سي اش 3 سي او اش اليكيليبر تركيز سي اش 3 سي او اش اليكيليبر لا التركيز الفعلي فعلي 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 بنتي سي او اش اليكيليبر يلاه بنتي شنو غادي ناخذو غادي يكون هو سي في في ناقص اكس اكيليبر كلشي على في بنتي يلا على في سي ناقص تركيز اكيليبر على في هذا هو 10 واو بلس اكتبيها مباشره هو سي ناقص تركيز ديال 10 واو بلس اكزاكتومون بنتي يلا سي عندنا شحال ها هي 5 ب 10 اس ناقص 3 نقصوا منها 0.88 10 اس ناقص 3 شحال لقيت ولادي 4.13 في 10 اس ناقص 3 مول لتر موانزا سيري شي الله بيس ليه السؤال 3 طلبوا منا قيمة خارج التفاعل شحال لقيتو غالطين نحسبوه ما عندنا حنايا 34.3 عرفت شوف 34.3 هذه مالها حسره طردقتها حاول عليها صاحبي مالك تخرج 8.77 ياك 8.77 ناقص 1 لا 10 ناقص 1 يعني 0.87 تخرج 0.87 7 وهي كتبتها 0.88 داكوغ ماشي مشكل لا 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 هي ناقص 1 يا هاديك يا هاديك هي نورمالمون تخرج 0.87 7 وهي كتبتها 0.88 ما كاين مشكل معليش اه يا تما هذه منين كانت فيها 87 داكوغ واخا بنتي اصبري بنتي هذه شحال قلنا 0.87 ياك ها حنا سيدي غادي نرجعوها جواب السبعة ما عليناش بنتي ها هما سيدي جوج سبعات صافي وهذه هي بقات يلا ديري سبعة 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 تما وحسبي يلا بنتي الكيمياء تبقاو تمشيو حتى ل أربعة الأرقام بعد الفاصلة من بارفوا حتى الخمسة الكيمياء اللي عطات لكم الكالكولاتيس شدوه احنا كرقم اللي تقولنا بالتقريب كيساوي كذا بصح نمشيو للحسابات لا خليو ذاك الأرقام ديالكم كاملة واحد فاصلة ثمانية عشرة أس ناقص أربعة ديس بيسونس موان 5 ها كيفاش منين جات يعني غادي دير هادو كامل غتعطيك ديس بيسونس موان 5 دير الحساب ديالك ومن بعد ولادي هاي ومن بعد غادي نعرفوا بالضبط يعني انا بالنسبه ليا كيفاش عرفت القيمه جوست ابخي غادي نشوفوا مع التقدم ديالنا الوغ ثالثا كبيره